هذا الفيديو سنقدم لكم مجموعة من الأسئلة المضحكة والمخادعة، وسنرى في ماذا كنتم قادرين على حلها. فقط 5% من الناس استطاعوا حل مثل هذا النوع من الأسئلة. فلنبدأ. السؤال الأول: إذا تحطمت الطائرة على الحدود الفاصلة بين أمريكا وكندا، أين سيدفن الناجون؟ في أمريكا أم في كندا؟ أوقف الفيديو إذا كنت بحاجة للمزيد من الوقت. الإجابة: لماذا سيدفن الناجون إذا كانوا هم أصلاً ناجون من الحادث؟ السؤال الثاني: تخيل أنك كنت تقود حافلة نقل ركاب، وعليك أن تقود إلى الموقف كاف ليقوموا 4 أشخاص بالصعود إلى الحافلة. بعد ذلك عليك أن تقود إلى الموقف راء ليقوموا 2 شخص بالنزول من الحافلة. بعد ذلك وصلت إلى الموقف الأخير ميم، وقاموا الجميع بالنزول من الحافلة. فما هو اسم السائق؟ ملاحظة: الإجابة موجودة في السؤال نفسه. الإجابة: اسم سائق الحافلة هو نفسه اسمك، لأني قلت لك في بداية السؤال إنك أنت من تقود الحافلة. السؤال الثالث: منزل مهجور يوجد فيه حوض أسماك كبير، يوجد في الحوض 3 أسماك كبيرة وثلاث أسماك صغيرة، وبعد مرور 3 أيام مات السمكتان كبيرة وسمكة صغيرة، كم عدد الأسماك الباقية في الحوض؟ الإجابة: جميع الأسماك ستبقى في الحوض لأن البيت مهجور ولن يقوم أحد بإخراج السمك الميت من الحوض. السؤال الرابع: تخيل أنه قد تم اختطافك من قبل مجموعة من المجرمين، وتم احتجازك في غرفة موجودة بقلعة كبيرة. يوجد داخل هذه الغرفة 3 أبواب أمامك مباشرة. الغرفة الأولى مليئة بالنيران، الغرفة الثانية يوجد بها 30 قاتل يحملون أسلحة مليئة بالعتاد، الغرفة الثالثة يوجد بها 30 أسدا لم يأكلوا منذ 3 أشهر. أي غرفة ستكون الأسهل للهروب؟ الإجابة: الغرفة الثالثة ستكون الأسهل لك للهروب، لأن الأسود سيكونوا قد ماتوا من الجوع لأنهم لم يأكلوا منذ 3 أشهر. السؤال الخامس: إذا كان لديك طن من الذهب وطن من الريش، أيهما أثقل؟ الإجابة: كليهما نفس الوزن. كيف كانت إجاباتك؟ في نهاية الفيديو لا تنسى دعم القناة بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة.